نشرة الحريري يدعو إلى الاستنفار الانتخابي ويبارك زواج حبيبين من المستقبل. حدا ثاني بده يتزوج خبروني بس. الكهرباء في مجلس الوزراء اليوم. الصراع اليوم هو بين من يريد تأمين الكهرباء إلى المواطنين ومن يريد منعنا من تأمين الكهرباء. الكتائب تدعو الرئيس إلى تبنيها. هو كيف بيشوف دوره؟ هو بده يقلنا، هو بي اللبنانيين، ما فينا نفرض حالنا عليك أولاد. الخارجية الأمريكية مندهشة من تحركات دول الخليج تجاه قطر. دوي انفجارات وإطلاق نار في بروكسل. صباح الخير. تمكنت بعبدة من تشغيل اليد السياسية غير العاملة بجدل الحوار تحت أبوة سيد القصر، لكن اللقاء التشاوري وعندما استثنى المعارضين وضع نقاشا جديدا في البلد يتصدره الكتائب ونائب بطرس حرب وآخرون. وقبل خميس الغسل السياسي سينتقل النقاش إلى الأربعاء الحكومي مع وضع ملف الكهرباء في طليعة جدول الأعمال. وقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح: نحن ملتزمون بكل ما تكلفنا به الحكومة ونعمل لتأمين الكهرباء للبنانيين بأقل تكلفة على الدولة وعلى المواطن. وصراع اليوم يدور بين من يريد تأمين الكهرباء وبين من يريد منعنا من تأمينها. أما رئيس الحكومة فقد تطلع إلى صراع أكبر وبدأ الحشد للانتخابات النيابية التي رأى فيها الانتصار من دون أن يضع يده في المياه الباردة. ووجه الحريري سهاما إلى خصومه ومن ضمنهم من كان داخل المستقبل فقال: إن من يبيع بضاعة التطرف بالسياسة لا مكان له بيننا. وأضاف: إن استخدام اسم الرئيس رفيق الحريري في خطابات المزايدين لا يعطيهم شرعية في الشارع السياسي، وهم أثقل أنواع الناس على قلب رفيق الحريري. رئيس الحكومة سعد الحريري يؤكد أن تيار المستقبل هو الرقم الصعب، ولم ينتهي إفطار قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل إلا بجمع قلبين. بدي أطلب من الآنسة دينا درويش تتفضل على المسرح. تفضلي، لانه الاستاذ بلال المير. تفضلي. وينه بلال؟ عضو مكتب الشباب بالتيار. بدي اقول لك كلمتين. لما رايت كفاح القلب نسرينا وازهر العمر يا عمري الرياحينا. هذا بلال يريد القرب سيدتي، تكرمي واقبلي الولهان يا دينا، تكرمي واقبلي الولهان يا دينا. شو بنوافق ولا مش الحال؟ إفطار قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل كان استثنائيا عما سبقه من إفطارات. فخلال الحفل الذي أقيم في البيال تقدم أحد الشباب من المنبر طالبا يد حبيبته، والشيخ سعد كان الشاهد والمبارك. حدا تاني بده يتزوج خبروني بس. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد توجه إلى الحضور بالقول: أنتم المجتمع المدني الأصلي في لبنان الذي استند إليه رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري لتحقيق أحلامكم وطموحاتكم، والتي كانت بداية تحقيقها وقف الحرب الأهلية وإطلاق إعادة الإعمار التي سنستكملها نحن. القريب والبعيد بيعرف عز المعرفة أنه تيار المستقبل
كانوا ما زال الرقم الصعب بالمعادلة الوطنية. قوى كتير حاولت كسر هيدا الرقم وما نجحت، لا بالسلاح ولا بالضغط السياسي ولا بمشاريع العزل والإقصاء. يلي بيفكروا إنهم قادرين يكسروا تيار المستقبل ما بيعرفوا جمهور رفيق الحريري ولا هن من جمهور رفيق الحريري. وكل شيء عم يعملوه له هدف واحد، ياكلوا من صحن التيار ليخدموا ليقوموا خدمات مجانية للخصوم المعروفين. وفي كلمة رئيس الحكومة تشديد على الاعتدال قائلا إنه خيار ديني وأخلاقي وسياسي، والخروج عنه خروج عن الدين والأخلاق، ومن يحاول أن يبيع بضاعة التطرف في السياسة وغير السياسة لا مكان له بيننا. وهيدي الانتخابات على الأبواب، وشايف الانتصار فيها بإذن الله مثل ما شايفكم قدام اليوم بهالإفطار المبارك. هيدا ما بيعني طبعا أن نحط إيدنا بمي باردة، هيدا بيعني أن الانتخابات قدامنا، وتيار المستقبل لازم يكون من اليوم بحالة استنفار. وأكد الحريري ألا عودة إلى الوراء، وأن التقصير ممنوع والتردد ممنوع، وممنوع فتح أجندات خاصة. وزير الطاقة سيزار أبي خليل أكد بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح برئاسة الوزير جبران باسيل أن قانون الانتخاب شكل إنجازا كبيرا للحكومة اللبنانية، وقال: لقد وضعنا خططا قطاعية قادرة على النهوض بالقطاعات العائدة إلينا وإلى الاقتصاد عموما في حال نفذت. الصراع اليوم هو بين من يريد تأمين الكهرباء إلى المواطنين ومن يريد منعنا من تأمين الكهرباء إلى المواطنين. لذلك نحن منقول أنه نحن وضعنا على مجلس الوزراء، على طاولة مجلس الوزراء الوضع يلي وصلنا إليه في عدة مشاريع. نحن عنا ثلاث مشاريع بكرة، ثلاث بنود على جدول أعمال مجلس الوزراء لقطاع الكهرباء. نحن ملتزمين بالإجراءات كلها اللي تكلفنا فيها من مجلس الوزراء، يلي كلها بتنجي تحت مرجعية ورقة سياسة قطاع الكهرباء يلي أقر مجلس الوزراء بحزيران 2010، ومثل بكرة بيكون صار لها 7 سنين. وكذلك الأمر هنالك خطة إنقاذية أقر ب 28 أدار 2017 مجلس الوزراء، ونحن عم نوضع مجلس الوزراء غدا بالمراحل التي وصلت إلى حتى ونعرض عليه إجراء المناسب. حزب الكتائب يرفع الصوت في وجه لقاء الخميس في بعبدة مطالبين الرئيس بإجابات. لا تزال دعوة رئيس الجمهورية أفريقاء الحكومة إلى لقاء في بعبدة نهار الخميس تتفاعل، فقد حدد القصر لائحة المدعوين بأولئك المشاركين حصرا في الحكومة بهدف تفعيل العمل الحكومي، وأسقط كل المعارضين من خارجها حتى وإن كانوا ممثلين في مجلس النواب. لكن حزب الكتائب رفع الصوت في وجه هذا اللقاء على اعتبار أن رئيس الجمهورية يفترض ألا يكون طرفاً وأن يكون رئيساً جامعاً لكل اللبنانيين. شو معناتها هيدا الحوار؟ هل هو بين أفريقاء الحكم؟ هل هو نادي مسكر؟ شو الدور بده يلعبه رئيس الجمهورية بهذا الإطار؟ هو كيف بيشوف دوره؟ هو بده يقلنا هو بي اللبنانيين، ما فينا نفرض حالنا عليك أولاد. وبالنتيجة إذا الهدف من هيدا الحوار هو كذلك وضع قضايا أساسية تتعلق بمستقبل لبنان، نحن هون منحذر ومنقول مستقبل لبنان ما بيقدر يتقرر بين بعض الأفريقاء. نحن خايفين أنه للمستقبل يكون في مشاريع أخرى عم تعلب للناس تحت اسم تفعيل المؤسسات، منكون عم نتفق على سلة متكاملة. أما الأخطر بالنسبة إلى كتائب المعارضة، مطلوب كم كل الأفواه وكم كل الناس اللي عندها رأي مختلف عنكم حتى نقول إنه البلد بألف خير، المؤسسات عم نفرغها تباعا من مضمونها ومن محتواها، مجلس النواب منه للبصم،
عم بيثبت أكثر وأكثر أنه هو للبصم. الحكومة عم تتفرغ من محتواها لأنه الأطراف المدعوة على القصر هي كلها بالحكومة، وبالنتيجة كذلك معتبرين الوزراء صار باش كاتب بروح بيبصم، وبالنتيجة القرارات اليوم عم تنتقل الغرف المقفلة من محل لمحل. فيما الحل واضح، نحن منقول أنه حابين يرجعوا عملية يمكن تعويمية لحكومة فشلت، تعويمية لنظام منه عم يركب، العهد ما عم بقلع، لأنه هذا العهد هو قال أنه أنا ما بقلع قبل بعد الانتخابات النيابية الجديدة. تغيب الكتائب عن العائلة السياسية بعدما غيب نسبها عن الوطن الحكومي، ولن يبقى لها سوى الله وصوت الشيخ سامي الذي يحدد موقفه حفرا على الصخر في مؤتمر صحفي قبل يوم واحد من خميس أسرار الحكومة. حسان الرفاعي، قناة الجديد. النائب بطرس حرب استغرب بدوره عدم دعوة جميع الأفرقاء إلى لقاء الخميس في بعبدة، مؤكدا دعمه أي مبادرة حوارية. أولا كل لقاء تشاوري بيصير في حوار فيه، نحن مش ضد، نحن معه. كيفية إدارة شؤون البلاد من قبل رئيس الجمهورية من زاويته، هذا أمر طبعا يعود له، ما حدا فينا يشوف. إذا أنا كمواطن عادي بقول إنه كنت مع ترحيبي بإنه يتفاهموا على أصول إدارة شؤون البلاد بشكل سليم وفقا للقوانين، مش بالشكل اللي عم نشوفه اليوم، هذا شيء إيجابي. إذا أنا كنت أتمنى أنه على رئيس الجمهورية اللي هو رئيس كل اللبنانيين إنه الله يختصر اللقاء على الحاكمين، لأنه الموجودين بالحكم شيء وفي ناس برات الحكم لبنانيين كمان، وهودي دوره لا يقل أهمية عن دور الحاكمين، لأن الحكم بالأنظمة الديمقراطية هو الموالاة والمعارضة مش الموالين بس. إذا كان نظر المعارضين عم بعرق له، لا، نظر غلط. المعارضين الناس لهم الرأي لهم الموقف من القضايا المطروحة، وإذا كان أبدو رأي خلاف الرأي الحكومي مش عم بعرق له، عم بيبدو وجهة نظرهم، إلا إذا كانت نظرية الحكم صارت إنه كل واحد بيقول بلوم ملاحظة على اللي عم نعمله، هذا معرقل وهذا هدام وهذا سلبي، إذا كان هيك لا، خطيرة كتير. اللي بيعود على هذا الأمر إنه نحن ما حدا في أشطنا دورنا بالمؤسسات الدستورية، ونحن رح نعطي رأينا، ولا تقى رئيس الجمهورية يكون يعمل اجتماع بين هني راعين أو هني مشاركين بالحكم لرؤساء الكتل، كمان هذه قد تكون من إحدى المرات اللي خلينا نقول النادرة جدا قد تكون الأولى، لأنه بصير في تجاوز للوزراء المنتدبين من أحزاب وجود رؤساء ومحلهم لاجتماع الوزراء الكلوا غيبين عنهم. هل يؤثر الاشتباك السياسي بين جنبلاط والحريري في التحالف الانتخابي بين الحزبين؟ التقارب العائلي التاريخي بين آل جنبلاط وآل الحريري لم يقيهما شر التشنجات الناجمة عن الاختلاف في الرؤية السياسية التي رافقت حقبة إقرار قانون الانتخاب، وإضافة إلى المصالح المشتركة بينهما، هناك قناعات مشتركة في كثير من القضايا، ما يدفعهما إلى الذهاب نحو تفاهم سياسي يبدد التأزم والقطيعة. وساطة بمعنى الوساطة، ليس هناك وساطات، هناك مساعي إيجابية أو هناك أجواء إيجابية تبذل، إن كان من دولة الرئيس نبيه بري أو إن كان من القوات اللبنانية. كنا بنعتقد بالعلاقة أن تكون يعني المواقف أكثر تقاربا، ولكن هذا أمر مشروع بالسياسي، ولا نحمل سعد الحريري مسؤولية أنه خذلنا. أما وقد حدد موعد الانتخابات في ظل تحالفات لا تزال غير واضحة المعالم، هل تكون على مستوى لبنان أم المناطق؟ وهل تضم لائحة الشوف علي الاشتراكي والتيار الوطني الحر؟ ما في تحالف أبداً. هل هناك استحالة لتفاهم انتخابي أو سياسي؟ ليس هناك استحالة. مع التيار الوطني الحر هناك تعارض سياسي في الكثير من القضايا، ولكن هل هذا يمنع إمكانية أن يكون هناك تفاهم؟ لا أعتقد هذا الأمر. ما أستطيع تأكيده أن العلاقة مع القوات اللبنانية هي ممتازة جداً، والعلاقة مع القوات اللبنانية تطورت بشكل كبير نتيجة الجهد الجبار الذي قامت به القوات اللبنانية في التصدي لأي مساس بالمصالحة. ما نسعى إليه وما نعتقد بأنه الصواب هو إعادة لم شمل كل القوى السياسية في الجبل في تفاهم سياسي انتخابي، وتحديدا مع طيار المستقبل. يذهب الاشتراكي إلى جلسة الحوار في بعبدة ممثلا بالوزير مروان حمادي، آملا الابتعاد عن الطروح الطموحة التي تدخل البلاد في مزيد من التعقيدات. طرح موضوع دعم عمل الحكومة
دعم عمل الحكومة. هذه نقطة إيجابية بأنه أن نوجد التفاهم السياسي أو التوافق السياسي الذي يظل العمل الحكومي ويقود إلى تقديم يعني مزيد من المشاريع والإنتاجية. أما الموضوعات المعقدة الأخرى لا مركزية الإدارية، ما عندنا مانع، بس من المركزية الإدارية موجودة بمجلس النواب، يعني لا تحتاج ربما إلى نقاشات إضافية رغم أنه جاهزين نناقش. موضوع مجلس الشيوخ كمان لا نرى أنه هذا التوقيت السياسي المناسب، وخلي أعصاب اللبنانيين ترتاح شوي. في المرحلة المقبلة باتت ثوابت الاشتراكي شبه واضحة لناحية التحالفات أو ما يسميها تفاهمات، إلا أن السنة الفاصلة من موعد الاقتراع كفيلة بتغيير كثير من المعطيات. رواند أبو خزام، قناة الجديد. 35 نائبا ممددا لن ينعموا بمقاعدهم بعد 9 سنوات من التمديد. 8 أعوام والنواب أنفسهم يسرحون ويمرحون في مجلس نيابي ممدد لنفسه. أخيرا دقت ساعة الانتخابات، وفي انتظار انقضاء العام 9 لجمع الممددين وإجراء الانتخابات وفق القانون الجديد، ثمة نواب لن يقودوا سياراتهم الفاخرة إلى باحة المجلس النيابي بعد الآن. لن تلتقط عدسات الكاميرا وجوههم، ولن تنعم مقاعد المجلس بطاقاتهم التشريعية. مع إقرار قانون الانتخاب ببنوده الجديدة، تشير ترجيحات الجديد إلى أن أسماء كثيرة ستغيب عن المجلس النيابي المقبل، والأسباب تتراوح بين عدم خوض الانتخابات خوفا من الخسارة والخسارة المحتمة والاعتكاف والتوريث. نبيل دوفريج، دائرة بيروت الثالثة، كتلة لبنان أولا. سيرج تور ساركيسيان، دائرة بيروت الأولى، حزب الهانشاك. جان أوكسابيان، دائرة بيروت الأولى، كتلة لبنان أولا. غازي يوسف، دائرة بيروت الثالثة، تيار المستقبل. محمد قباني، دائرة بيروت الثالثة، تيار المستقبل. سيبو قلباكيان، دائرة بيروت الثانية، كتلة لبنان أولا. نيلة تويني، دائرة بيروت الأولى، كتلة لبنان أولا. إدغار معلوف، دائرة المتن الشمالي، كتلة الإصلاح والتغيير. عماد الحود، دائرة بيروت الثالثة، الجماعة الإسلامية. فؤاد السعد، دائرة علي، كتلة اللقاء الديمقراطي. دوري شمعون، دائرة الشوف، حزب الوطنيين الأحرار. فادي الهبر، دائرة علي، حزب الكتائب اللبنانية. فؤاد السنيورة، دائرة صيدا، تيار المستقبل. عبد اللطيف الزين، دائرة النبطية، كتلة التنمية والتحرير. عصام صوايا، دائرة جزين، كتلة الإصلاح والتغيير. عبد المجيد صالح، دائرة صور، كتلة التنمية والتحرير. فريد مكاري، دائرة الكورة، كتلة لبنان أولا. سليم كرم، دائرة صغرت الزاوية، تيار المردة. نولا غصن، دائرة الكورة، كتلة لبنان أولا. أنطوان زهرة، دائرة البترون، القوات اللبنانية. سامر السعادي، دائرة طرابلس، الكتائب اللبنانية. إلي كيروز، دائرة بشري، حزب القوات اللبنانية. أمين وهبي، دائرة البقاع الغربية، رشية، كتلة لبنان أولا. عقاب صقر، دائرة زحلي، كتلة لبنان أولا. أما النائب وليد جملاط، سيورث نجله تيمور مقعده الشوفي. وفي صغرتة، يراد لطوني فرنجي تسلم مقعد والده عن تيار المردة. وفي صيدا، يتسلم الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري الأمانة من والدته بهية الحريري. فضلا عن مخالفة مجلس الوزراء في آلية تلزيم توسيع شبكة الهاتف الثابت، الجديد تكشف بالوثائق تلزيم مناطق من قبل هيئة أجير وتلزمها مرة ثانية وزارة الاتصالات. الأربعاء موعد استقصاء الأسعار، أو ما يعرف بالتلزيم بالتراضي في ملف تلزيم إنشاء الشبكات الهاتفية في مختلف المناطق اللبنانية، بحسب التأجيل الذي وقعه وزير الاتصالات جمال الجراح. إلا أن المريب هو تغيير المصطلح من استدراج عروض كما ورد في الإعلان الرسمي للتلزيم، الذي أتى بعد قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 أيار، لتستبدل الورقة خلافا للقانون بأخرى تتضمن مصطلح استقصاء أسعار. وهنا السؤال، إن كان خطأ ماديا والمقصود استقصاء أسعار، فلماذا أعلن في الجريدة الرسمية وتقدم نحو 40 شركة للمشاركة في هذا التلزيم، علما أن استدراج العروض يحصر في إدارة المناقصات ويتبع للرقابة المسبقة، أما استقصاء الأسعار فمناط بالوزارة ولا رقابة عليه. أكثر من ذلك، فالقرار مبني على مستندات، وبحسب المطالعة التي قدمت إلى التفتيش المركزي، فإن كل ما بني عليه لا علاقة له بهذه الصفقة، ومن ثم فهي مخالفة لكل الأعراف والقوانين. أما الفضيحة الكبرى فهي أن هذا التلزيم يجرى في بعض المناطق للمرة الثانية. كيف؟
يتضمن قرار مجلس الوزراء ودفتر الشروط الذي أعدته الوزارة أن التلزيم يشمل توسعة الشبكات في مختلف المناطق اللبنانية ويقسمها 5 مجموعات، من ضمنها المجموعة 3 وأي الشمال، وهي تتضمن تلقائيا منطقة عكار. لكن مهلا، فعكار لزمتها هيئة أوجيرو التي لا تتبع للرقابة المسبقة، وهذا العقد الذي حصلت عليه الجديد يؤكد تلزيم توسعة شبكة الاتصالات العائدة إلى المجموعة 7 في منطقة عكار بمبلغ 1,600,000,000 ليرة. مع أن عكار لزمت، فمجلس الوزراء يوافق على تلزيمها من قبل وزارة الاتصالات مرة ثانية، ولكن من يضمن أن لا تكون مناطق أخرى قد لزمت سابقا، خصوصا أن لا رقابة على أوجيرو؟ هذه التفاصيل برسم مجلس الوزراء الذي سيعقد الأربعاء لوقف مهزلة هذا التلزيم والاستعادة ثقة المواطنين والمؤسسات الرقابية بالتلزيمات، تماشيا وما أطلقته الحكومة عنوانا لمرحلتها. هادي الأمين، قناة الجديد. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إنها مندهشة من أن دول الخليج العربية لم تنشر للرأي العام أو تبلغ قطر بتفاصيل الشكاوى التي دفعتها لمقاطعة الدوحة. وأضافت المتحدثة باسم الوزارة: كلما مر الوقت زادت الشكوك في شأن التحركات التي اتخذتها السعودية والإمارات، وفي هذه اللحظة ليس أمامنا سوى سؤال واحد بسيط: هل كانت التحركات فعلا بشأن مخاوفهم إزاء دعم قطر المزعوم للإرهاب، أم هي بشأن شكاوى تعتمل منذ فترة طويلة بين دول مجلس التعاون الخليجي؟ في بلجيكا سمع أمس دوي انفجارات وإطلاق نار قرب محطة القطارات المركزية في العاصمة بروكسل، وفيما سارعت الشرطة إلى إخلاء المكان ومحطة القطارات المركزية أفيد بأنها تحاصر مشتبها فيه وتسيطر على شخص كان يرتدي حزاما ناسفا، وطلبت من المتاجر المحيطة بالساحة الإغلاق. ولاحقا أعلنت وسائل الإعلام البلجيكية أن الأمن قتل المشتبه فيه. بعد الفاصل: شتيمة سببت جريمة. أهلا بكم من جديد. عراك ما قبل الإفطار يتسبب بجريمة مزدوجة في صبرة. عم يردي زوج ابنته ويصيب آخر. محمد العلي عمه فلسطيني وهو لبناني، ما دخل المشكلة لا لبناني ولا فلسطيني، بيع على تم الإفطار، صار في تلاسم بين الشباب مع بعضها، فجأة إجا زمرد حامل بارودي وكان معه سهو محمد العلي، هو محمد العلي هو عم يشده لعمه عم يكبش البارودي من إيده، فقام طلع ضرب إطلاق النار، أولاد صغار مع بعض وصلحوهم العالم زي ما أنتم شايفين. صالحوا وتباوسوا وخلصت. تفاجأوا أولاد بعد الإفطار بعدها بنص ساعة، الأب جايب سلاحه وجايب قنابل وإجا بلش يطخ على العالم، طخ ابني وطخ صهره. بس هاي المشكلة. وضع ابنك صحي هلأ؟ الحمد لله نحمد الله، هلأ مع الله. نقول لك خلاص الله معك، ما عم نقول لك في دم، هلأ ما فينا نعمل شيء، بدناش فعل ورد فعل، عم بنحاول نوقف رد الفعل. رحمة توجبا قال لي ولا شيء، رحت عند علاء ابنه رجع طار، قال لي راح نضب بنتي طار، طبخت انا وياه ضربته وزنت انا وياه انا فايق عليه وفار. بعد الافطار شي 10 دقائق حطيت بالمحل انا كنت انا واحد حطيت كنت جايب بيتزا وشريحه وصايم عم بفطر، حطيت حول بنتي عم بيت مهيئين اجي 6-7 شباب وابول على عم بارودي عوصني رجع اول سهره مات سهره كان عم بحل المشكله ما كان خير على احلم على يعني بوكس اعتمي طراني اول شيء اول ضربه هذنا كرب ثاني ذاك دعاني داولنا واجتمعنا كفصائل الثوره الفصليه بمخيم شتيله وتم الاتفاق على تسليم مرتكب الجريمه للدوله اللبنانيه. نسبة التلوث في بحر لبنان كبيرة جدا، فهل تتحرك الوزارات المعنية؟
عبر موقع جوجل بات يمكنك معاينة ما يرتكب بحق البحر جنوبي وشمالي مدينة بيروت، ولا حاجة بك إلى النزول على الأرض، ففداحة الملوثات كافية لتلتقطها الأقمار الصناعية. النقطة الأولى عند مصب نهر الغدير، ثلاثة عوامل تساهم في التلوث: عصارة نفايات مكب الكوستا برافا، ومجارير نهر الغدير، ومغاسل الرمل. أما عند نقطة نهر الموت فالعوامل نفسها: عصارة نفايات مكب برج حمود لجديده إلى جانب أعمال ردم البحر والمجارير ومغاسل الرمل. هاي بجرير جاية بتبلش من عين من فوق من بيت مري على عين سعيدة، مربوطة بعين سعيدة، مربوطة بالفنار، مربوطة فينا، بتصفي على البحر. هلا في كمان شغلتين بالوادي الصناعي، في خمس مصالح وعم بيكبوا ويضغون، كذلك الأمر ما عندهم مجارير ولا عندهم تصفية، كاميونات بيسحبوا جوار صحية وهو أخطر شيء، وعم يجوا بيكبوهم كمان من مجارير عم بيصفوا على نهر الموت. شو بده يحمل نهر الموت تيحمل؟ يعني مصفي العملية إنه الأرض الواطية تشرب ميتها وميت غيرها، مصفي نحن عم نشرب جيتنا وجيت غيرنا كمان. في عندك 3000 طن زبالة بيطلعوا كل يوم بين بيروت وضباحية، وعم بتحطهم حطهم بجيبنا، عم بيحطون لحد هلا على البحر. يعملوا معامل، يعملوا معامل. صحيح أن الانتهاكات هذه ليست جديدة، إلا أن المشاهد والصور المنتشرة حديثا شكلت صدمة، لا سيما أننا على أبواب الموسم السياحي الصيفي. النائبة أوعزت لكل اللي عندهم أحواض سباحة بأنه يكون في فحص دوري كل أسبوع، ونعمل كونتريات مع المختبرات مشان تكون هالشيء أسبوعي وبشكل على طول دايم مشان تراقب أحواضنا. إنما المشكلة بالبحر، ما فيك يكون عندك خطة بديلة للبحر أنت غير أنه توعي المسؤولين وتحكي أنت وياهم وتقول لهم يابا الهم كبير، نحن ما خسرنا كتير اليوم، قدرين ابتداء من اليوم نبلش نصلح ويكون عندنا نتائج كتير مهمة من هون لسنتين وثلاثة، بس اليوم لازم ناخد قرار بأنه الصرف الصحي ممنوع ينزل على البحر، ممنوع حدا يكب أي شيء ملوث بالبحر. هي انتهاكات ثلاثية الأضرار، بيئية واقتصادية وصحية، فهل تتحرك الوزارات المعنية لوقف هذه الكارثة؟ نعيم برجاوي، قناة الجديد. مزارع بقعي من بلدة بريتال يحاول استنباط أفكار جديدة لمعالجة أزمة الكهرباء. دفعت أزمة الكهرباء المستعصية ابن بلدة بريتال البقاعية حسين إسماعيل إلى اختراع من شأنه توليد الطاقة بفعل تدافع أمواج البحر، لكنه اختار بركة في بلدته لعرض تجربته، إلا أن الاختراع هذا ما زال بحاجة إلى بعض التطوير التقني، على الرغم من أن فكرته بسيطة وتقوم وفق إسماعيل على استخدام قساطل بلاستيكية مقفلة الفتحات تتوزع على شكل خطوط وتربط بجسر حديدي. طاقة بديلة رخيصة، مثلا بالشتوية الموج البحر بقى قوي كتير، بعتقد لبنان كله سوا بيضوى يعني بأرخص الأثمان، بدل ما إنه عم يجيبوا بواخر من هون ومن هون، وشايف حركتها قديش بسيطة وسهلة، بس يا ريت يسمحوا لي انزل اعمل شوية أبحاث واختبار فيها. ثبتيها من مطرح وفيتي بالبحر مسافة طويلة خط مثل هي، بيجي الموج بده يصير يدافع 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 ويمتص يعني قوته، عمل بسطونات هيدروليكية تكون موصولة ما بين الوحدين، تحويلها لخزين ضغط ومنه بيستخرج استخراج الطاقة وتحويله لكهرباء. نحن بنتمنى على الدولة اللبنانية انه تساعده بهيدي الفكرة وتوصله، لانه نحن هون منطقة محرومة. ويعتقد اسماعيل ان من شأن اختراعه ان يوفر الطاقة الكهربائية ويخفف اعباء ارتفاع فاتورة الكهرباء على المواطن من دون انقطاع للتيار. في اليوم العالمي للاجئ، برامج اللاجئين في خطر. في عالم يولد أطفاله لاجئين، كتب عليهم أن يهجروا من أرضهم قبل ولادتهم، يأتي اليوم العالمي للاجئ حاملا مخاطر تنذره بأن أبواب المساعدات قد تغلق في وجهه في أي لحظة، خصوصا بعدما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أنها قد تضطر إلى توقيف عدد من برامجها بسبب نقص التمويل، إلا أن الصحة تبقى أولوية بالنسبة إليها. I cannot see
I mean, I speak now optimistically. I cannot see a situation where donors would allow children to remain unvaccinated or children to remain without access to safe water. I simply remain hopeful that donors will continue to not abandon these children. استجابة للأزمة السورية التي تعد الكبرى في العقود الماضية، تبرع الاتحاد الأوروبي لليونيسف بتسعين مليون يورو، أي ما يقارب مئة مليون دولار، ليصبح بذلك إجمالي تبرعات الاتحاد نحو 200 مليون يورو توزع على كل من لبنان والأردن وتركيا. UNICEF Lebanon portion of that is 58 million. What that 58 million euro will mean in Lebanon is that 112,000 children will be able to return to school next year, and around 270,000 children will be protected from the worst forms of abuse and exploitation and neglect. Is it enough? No, it's never enough. This grant will get us to close to 60%. But there are still 6 months of the year left, and there are still huge gaps. Just to ensure that we can enroll the same number of Syrian children in school in the next year as we did in the year that's just finished, we have a gap of $40 million. الأزمة السورية دخلت عامها السادس، ست سنوات حملت ما يكفي من أعباء على كاهل اللاجئ والمضيف معاً. آخر فصولها أرقام تنذر بزيادة عدد اللاجئين وتراجع في التمويل. جوال الحجموسة، قناة الجديد. غاز الهيليوم القطري يشح في لبنان، وناقص الخطر يدق أبواب المستشفيات، والمتضرر الأكبر المواطن اللبناني. لا غاز هيليوم بعد اليوم في لبنان في حال استمرار العزلة الاقتصادية على قطر. هذه أولى تبعات الأزمة الخليجية على البلاد، إذ ترددت معلومات عن إغلاق قطر أكبر مصنعين لإنتاج الهيليوم في العالم، وهما يلبيان أكثر من 25% من إجمالي الطلب العالمي. لقد بدأت هذه المادة تنفد من السوق اللبناني، ما ينعكس سلبا على المستشفيات خصوصا لكونها تستخدم هذا الغاز في أجهزة الرنين المغناطيسي، والارتفاع الأكبر سيصيب الفاتورة الصحية. أول شيء الأسعار ارتفعت بشكل الدوبل، يعني إذا كانت 300 صارت لل 500 دولار. صورة الأشعة بالماكينات الـ MRI اللي هي الرنين المغناطيسي اللي هترتفع بشكل دوبل وتريبل، لأنه نحن رفعنا الأسعار على المستشفيات، وبالتالي المستشفيات كمان رح ترفع الأسعار على المواطنين. الضرر الاقتصادي من انقطاع مادة الهيليوم لا يتوقف على المستشفيات وحسب، فهذه المادة تستخدم كذلك في رقائق السيليكون وفي أجهزة الغطس وتبريد معدات الأقمار الصناعية وحتى في بالونات الأطفال. في آلاف الأشخاص بالبلد بيعيشوا من وراء غاز الهيليوم اللي هو له علاقة بالاحتفالات، بالمناسبات، بالبالونز اللي هي سكشن كتير كبيرة. أنا عملت جولة صغيرة كحدا له علاقة بالقطاع، أغلب المحلات علت أسعارها. صهاينة الدول المحتلة بلشوا بالغاز وطلعوه، ونحن قاعدين ننتظر المحاصصة السياسية. مسار تصدير الهيليوم يبدأ من رأس لافان بقطر إلى جبل علي في الإمارات، حيث يجري شحنها إلى سنغافورة التي تمثل مركز توزيع الهيليوم في آسيا. ومن الوجهات الرئيسية اليابان والصين وتايوان وكوريا وفرنسا، وهو مسار قطع اليوم إلى أجل غير مسمى. ألين حلاق، قناة الجديد. وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون الانتخاب الجديد بأنه قانون لبناني وتسوية لبنانية توافقية كاملة، مشيرا إلى أن كل فريق سيخسر مقاعد ولكن الوطن هو الرابح الأول. وشدد لدى استقباله مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عون الكعكي على أهمية ووجوب اعتماد البطاقة الانتخابية الممغنطة أو الإلكترونية، وردا على سؤال حول العلاقة برئيس الجمهورية وانعدام وجود كيمياء بينهما، قال الرئيس بري: ليس هناك كذبة شائعة تعادل هذه الكذبة، فما بيني وبين فخامة الرئيس هو اتفاق وتطابق وأكثر من انسجام. وحول دور المجتمع المدني قال: له فضل كبير فيما وصلنا إليه، لكن المطلوب أن يتوحدوا وأن يركزوا على المطالب لا على المطالب. باسيل يلتقي عائلة شقير، الأمور غير واضحة حتى الساعة.
استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قصر بوستروس وفدا من عائلة شقير المفقودة في حريق برج جرينفيل في لندن. ضم والدة ووالدة باسم شقير وابن عمه منير شقير في حضور المدير العام للمغتربين هيثم جمعة والسفير البريطاني لدى لبنان هيوغو تشارتر. رح يعملوا كل جهدهم لكشف مصير أولادنا لحتى لهذه اللحظة بعد ما في شيء دقيق هني لليوم بعداد المفقودين، مش معروف مصيرهم وين، مش معروف إذا شهداء أو أحياء. ناطرين جواب من السلطات، طلبوا منا أنه طولوا بالكم علينا، التحقيق لح يروح للآخر وإن شاء الله منوصل لنتيجة بأقرب وقت. نحن مطلبنا إذا كانوا أولادنا شهداء، طلبنا من معالي الوزير ومن سعادة السفير يردوا لنا رفات أولادنا على بلادنا لندفنهم بأرضنا ليضلوا ذكرى نقدر نزورهم بما دفننا. وشكرت عائلة شقير للدولة اللبنانية والسفير البريطاني اهتمامهما ووقوفهما إلى جانبها. على وقع أصوات الرصاص ونحر الخراف والبسبعة استقبل رجل الأعمال رضا المصري في بلدته حورتعلة بعدما أفرج عنه وبرئ من تهمة تبييض الأموال. وقد عقد مؤتمرا صحفيا في دارة والده الشيخ محمد المصري شكر فيها القضاء اللبناني وحركة أمل وحزب الله معتبرا أن توقيفه كان محاولة تلفيق تبييض الأموال. أمل وعلى رأسها بشخص الرئيس بري الذي كان بجانبنا وبجانب العائلة طيلة هذه الفترة، ونشكر حزب الله وعلى رأسه سماحة السيد حسن نصر الله. أما بخصوص موضوع التلفيق الذي فعله المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وهو تلفيق دعوة تبييض أموال لي ولوالدي لأنه ترشح لرئاسة المجلس الإسلامي وقام بإداء القانون معه وهم لا يريدون تزوير الحقائق، فهذا ما كان والقانون أنصفنا أنه ليس وقت حساب. لاحقا سوف نتكلم ماذا سنفعل وما هي ردات الفعل، وأكيد حتكون ردات فعلنا ليس كم هم لفقوا، ستكون تحت القضاء وتحت القانون اللبناني، ونحن دائما تحت القضاء وتحت القانون اللبناني. أرملة مسنة تركها أولادها تعيش في كوخ بمنطقة الأوزاعي. شوفوا بقلبكم ابتسامة. توفى عطاك عمره وصار له شيء 4 سنين 5 سنين متوفى، وعندي ولاد كمان عصام وابراهيم وخادم مش عارف اساسهم وين، ببن مساعدين مش عارف طيبين ميتين ما بعرف. وضعك كله شفت وضعي انت بعيونك لك في حياتك في الحمد لله، وعايش جنب الجزرين والبحر بيطلع مزير طلع بتطلع لي المزير علي. من ظل ماي عندي هون بالأوضة كله بخور من هون لهونيك كله بخور معي، والبحر بيطلع كمان لعندي بشرف لعندي وبتجمع الرمل كله بداري. هاي الحياة مرة حل شو بدنا نعمل لك الله كتبنا شو بدي اعمل. الحمد لله الحمد لله مستورة عايشتي وحياتي. أميتي أما موت حج وزور بيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم، حب زور بيت الرسول الله. بعد الإعلان لمين بيبقي الحوض؟
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا ملكيا بتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد خلفا لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز الذي أعفي من منصبه. وحسب وكالة الأنباء السعودية واس، تم إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية. قال البيان إنه تم اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع. كما صدر أمر ملكي يقضي بتعيين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية. أكد آخر سفير أمريكي لدى سوريا روبرت فورد أن الأكراد سيدفعون غاليا ثمن ثقتهم بالأمريكيين وأن الجيش الأمريكي يستخدمهم فقط لقتال داعش ولن يستعمل القوة للدفاع عنهم من قوات الجيش السوري أو إيران أو تركيا، مضيفا أن ما فعله مع الأكراد غير أخلاقي وخطأ سياسي. ورأى فورد في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لم يترك كثيرا من الخيارات للرئيس دونالد ترامب كي يغير قواعد اللعبة لتقليص نفوذ إيران في سوريا، محذرا من أن الإيرانيين سيدفعون الأمريكيين إلى الانسحاب من شرقي سوريا كما انسحبوا من بيروت عام 83 ومن العراق. وأكد أن الرئيس السوري بشار الأسد ربح وقال إنه منتصر أو هو يعتقد ذلك، ربما خلال 10 سنوات سيأخذ كل البلاد، ربما الأسد لن يزور باريس أو لندن لكن لن يذهب أحد إلى دمشق لأخذ مسؤولي النظام إلى محاكمة في لاهاي، ربما سيأخذ النظام بعض الوقت كي يستعيد درعا، عاجلا أم آجلا سيذهب إلى إدلب، سيساعده الروس وسيذهب إلى القمشلي ويعقد اتفاقا مع إيران وتركيا لتدمير الأكراد. وقال فورد إن هناك هلالا إيرانيا وهو موجود ولا يمكن هزيمته في شرقي سوريا، النفوذ الإيراني يأتي في سوريا من غرب سوريا ومطار دمشق. بعد سقوط الهدنة التي استمرت 48 ساعة، الجيش السوري يعاود ضرباته ويتقدم في درعا ومحيطها. فيما بدا سباقا نحو الحدود السورية الأردنية وتثبيت السيطرة عليها حتى لا تكون ثغرة يمكن العبور منها نحو جنوب دمشق أو إقامة حزام أمني، عاود الجيش السوري ضرباته الجوية وواصلت وحداته التقدم في مدينة درعا ومحيطها وريفها الشرقي مع سقوط الهدنة التي استمرت 48 ساعة. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر متقاطعة أنه كان من المفترض تمديد ما سماها الهدنة الأمريكية الروسية الأردنية في مدينة درعا تلقائيا بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، إلا أن القصف الجوي والصاروخي حال دون ذلك. ويثير الوضع في درعا وعلى الحدود الأردنية السورية كثيرا من التساؤلات، لا سيما بعد المناورات الأمريكية المشتركة التي جرت الشهر الماضي قرب الحدود بعنوان محاربة تنظيم داعش الذي ليس له وجود فعلي في تلك المنطقة، وهذه المناورة لم تكن يتيمة إذ رافقتها تدريبات أمريكية وغربية لمسلحين معارضين في معسكر الزرقاء، فضلا عن نشر نحو 4000 عنصر مسلح جرى تدريبهم في الأردن بإشراف أمريكي بريطاني في منطقة التنف داخل الحدود السورية وعلى الحدود العراقية السورية نزولا إلى الحدود السورية الأردنية تحت غطاء جوي أمريكي. وترى مصادر سورية أن هذا الانتشار الذي يساهم فيه الأردن ويحظى بغطاء مصري ليس إلا محاولة لإبعاد الجيش السوري وحلفائه الإيرانيين عن الحدود مع إسرائيل وبطلب إسرائيلي لمنع التواصل بين جبهتي الجولان وجنوب لبنان وإقامة مزيد من الأحزمة الأمنية المشتبه فيها على الأراضي السورية. عادت السخونة إلى الجبهة السورية بعد إسقاط الدفاعات الجوية الأمريكية طائرة حربية سورية من طراز سخوي في منطقة الرصافة غربي مدينة الرقة، وهي الخطوة التي عدتها القيادة الروسية عدوانا ودفعتها إلى وقف تعاونها مع واشنطن على صعيد منع الحوادث الجوية في تطور غير مسبوق منذ اندلاع الصراع في سوريا قبل 6 سنوات.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد هددت الاثنين بأن قواتها العاملة في سوريا ستعتبر أي أجسام طائرة في مناطق عملها أهدافا لها، وستجري متابعتها من قبل الصواريخ الروسية. ليرد البيت الأبيض على هذا التهديد بتأكيده أن قوات التحالف ضد داعش تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها. وفي أول انعكاس لهذا التطور، قررت أستراليا وقف الطلعات الجوية لطائراتها المشاركة في الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن فوق الأراضي السورية كإجراء احترازي بعد التهديد الروسي الأخير، بينما ستستمر في الأجواء العراقية. وتشارك أستراليا في الائتلاف الدولي من خلال طائرات حربية، إضافة إلى مطار للتحكم والقيادة وناقلة نفط متعددة المهمات. أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الدوحة مستعدة لبحث كل مصادر قلق دول الخليج في حوار بناء، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وقال إن الأزمة يمكن أن تنتهي حول مائدة الحوار إذا كانت هناك مبادئ واضحة لهذا الحوار، لكنه شدد في تصريحات سابقة على أن قطر لن تفاوض الدول التي قطعت العلاقات الاقتصادية واتخذت إجراءات ضدها ما لم ترفع الحصار عنها. وأعلن أنه سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لبحث الأثر الاقتصادي للأزمة وتأثيره في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، مشددا على أن الدوحة لا تزال تأمل أن تثمر الوساطة الكويتية حلا للأزمة. في المقابل، أكد وزير الدولة لشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش في لقاء مع صحفيين في باريس أن عزل قطر قد يستمر سنوات، وقال: نراهن على الوقت، لا نريد التصعيد، نريد عزلها. وأضاف إن الدوحة لا تزال في حال إنكار وغضب، مشيرا إلى أنه سيجري إعداد قائمة بالشكاوى من قطر في غضون أيام، وأقترح إقامة نظام مراقبة غربي يرصد نشاطات قطر للتأكد من تغير سلوكها. الأخبار الفنية في تقرير لدارين شاهين. مرحبا. نشرة فن الخبر لليلة رح تتضمن مواضيع عديدة، أخبار عالمية وأخبار محلية، وأهمها أغنية السيدة فيروز يلي منتوقع أنه نسمعها بكرة. بعد ولادة توأم بيونسي، أعلن موقع تي أم زي الأمريكي بأنه التوأم رح يبقى بالمستشفى للخضوع لبعض الفحوصات. وبالتفاصيل، عم بيعاني التوأم من مشكلات صحية بسيطة، بينما الأم عم تتمتع بصحة جيدة ورح تبقى إلى جانبهم. وبهالمناسبة كتب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على تويتر: لم يكن لمن عرفني والسيد كارتر بطفولتنا يتوقع أن نصبح شهيرين. كلانا يعرف تماماً ما يعنيه أن تحرم من الأب، كلانا يعرف تماماً ما يعنيه ألا تمتلك الكثير من الأشياء وأنت تكبر. وتابع: أنا وجاي منحب بناتنا بجنون، وإن كان سيتفوق علي بعد ولادة توأمه. ثلاث مرات وبعدين بتخول؟ الإيلات كلهم عم تسمع اليوم؟ يعني عيبتي شوي. لأنه أنا عم بضحك هلأ كثير مميز. فيما لا تزال المخرجة ريما الرحباني مستمرة بعملية الترويج للعمل الجديد اللي عم بتحضره والدتها السيدة فيروز، تم الإعلان بأنه هالعمل، أي أنه هالأغنية، رح تصدر بكرة بتاريخ 21 حزيران، أي بذكرى وفاة عاصر الرحباني. أطلقت الفنانة إليسا الأغنية ديو لجماعتها مع الفنان المصري تامر حسني، وبتحمل عنوان ورا الشبابيك. الديو لفيلم تصبح على خير، وهي من كلمات محمد جمعة، لحن أحمد محيي، وتوزيع يحيى يوسف. ومن المقرر طرح الفيلم بالصلاة خلال عيد الفطر. وكان تامر حسني قد أعرب عن سعادته بهالتعاون مع إليسا. هذا كان كل شيء بالنسبة لنشرة فن الخبر. ومساء نشرت ريما الرحباني مقاطع من أغنية السيدة فيروز لمين بيبكي الحور. لمين بيبكي الحور؟ لمين الأرض بتدور؟ إلك أو
أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع سارات صالح. مرحبا. اليوم العالمي للاجئين هاشتاغ نشط على مواقع التواصل تضامنا مع كل لاجئ من جميع أنحاء العالم. عبر من خلاله الناشطين عن تعاطفهم مع مأساة وهموم اللاجئين. خبر آخر عن أول طائرة ذاتية القيادة بالعالم لنقل الركاب عم بيتم الاستعداد لها بمدينة دبي. هالخدمة بتمكن من نقل الركاب داخل المدينة كبديل أسرع عن سيارات الأجرة، وهالشي بيتم عبر وضع خارطة طرق محددة سلف داخل المدينة. فترة الاختبار لخدمة الطائرات ذاتية القيادة رح تبلش بعد أشهر قليلة ورح تستمر على أساس تجريبي لمدة 5 سنين. ننتقل عند فيديو أخذ ضجة على مواقع التواصل لغرابته بفرجي مجموعة من الأطفال على هيئة مخلوقات فضائية، مع خبر بيقول أنه تم العثور عليهم تحت شجرة زيتون بالهرمل. الفيديو تم تداوله بشكل كبير لدرجة سبب قلق عند المتابعين، بين مين سخر من الفيديو وبين مين بلش يصدق يلي عم يشوفه. طبعا الفيديو عبارة عن مشاهد لألعاب من الجيلاتين تحت اسم أفاتار بيبيز، مأخوذ من فيلم أفاتار الشهير وعلى الأكيد منه حقيقي. وأخيرا وبهدف تعزيز سعادة سكان الإمارات، أعلنت خدمة واي فاي الإمارات عن توفير واي فاي مجاني وبسرعة أعلى لمدة 7 أيام بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي لخدمة واي فاي ويلي بصدف ب20 حزيران. خدمة اعتبر المسؤولين عنها أنه تمكين السكان من الاتصال بالإنترنت رح يكون سبب بسعادة المواطنين، ولهالشي العرض بيتضمن مضاعفة السرعة بنحو 10 مرات. وعلى أمل يكون عنا ذات الشي بلبنان قريبا. أنا بدي ودعكم. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر الصفحات الخاصة في فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات، وما تنسوا تتاج هاشتاغ ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقول بنشرات لاحقة. باي. وإلى ديمقراطية. تيك تاك. العوافي. الخميس في لقاء سياسي وطني مهم بعبدة، ومن بين المدعوين رئيس تيار المرضى سليمان فرنجية يلي قبل ما يطلع حب يعمل شوية تمارين. تيك تاك. السلام عليكم سليمان باك. أهلا أهلا حاج. جيت أنقل لك تمني من سماحة السيد نصر الله أنك تطلع على لقاء الخميس ببعبدة وما تقاطعه. طالع طالع أكيد ما رح أقاطعه. مش شايفنا عم اتمرن؟ ايه صحيح دخلك، شو حامل قدام وجهك؟ عشو عم تتمرن؟ على لقاء الخميس، ما هو لرؤساء الأحزاب المشاركة بالحكومة؟ ايه صح. بلكي ساقب بوجه على الطاولة رئيس الطيار الوطني الحر؟ ها؟ فعم بتمرن. اليوم وأمام مجلس نقابة الصحافي حكي الرئيس بري كلام كتير ممتاز عن علاقته بالرئيس ميشيل عون. ما في أجمل من عواطف السياسيين لما بتتفجر، بتعمل صوت كتير قوي. وبكرة بشوفكم. تيك تاك. اليوم يا فخامة الرئيس وأمام مجلس نقابة الصحافي قلت حرفيا اللي بيني وبين فخامة الرئيس هو اتفاق وتطابق وأكثر من انسجام. تسلم دولة الرئيس. وأنا قدام كل زوار القصر بقول الكيمياء بيني وبين الرئيس بري مثل الأكسجين والهيدروجين، هني أساس الماء وأساس الحياة وما فينا نفصلهم عن بعضهم. الله يديمك. أنا أيضا سألوني عن الكيمياء بيناتنا، قلت لهم اللي بيقول ما في كيمياء بيكون كذاب ابن كذاب. الله يخليك. مهما اختلفنا بالسياسي أنا بكن لك محبة وعاطفة ما بكنا لمين ما كان. فخامتك حبيب قلبي، انت بتعرف حجمك بقلبي جوا هون هون هون. حبيب قلبي. انت حبيب قلبي. شو هيدا جبران؟ شو هيدا جبران؟ جنرال 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 ما تنقذوا، هيدا صوت رعد. صوت رعد؟ مديني برا مشمسي. بعرف، بس في مثل صيني قديم بيقول بترعد الدنيا لما بيلتقوا غيمتين أو كذبتين. تيك تاك. نبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم، ونبدأ بجريدة النهار التي عنونت الجامعات اللبنانية ثقافية هل تصير جامعة؟
في الأخبار، اشتباك عوني قوتي اليوم. واشنطن تنصح الحكومة بالنأي بالنفس عن ملف العقوبات على حزب الله. في الأنوار، بري عشية اجتماع قصر بعبدة يؤكد التعاون مع عون. في الديار، هل يتكهرب الهدوء السياسي حكوميا وما سر انزعاج بلاط؟ تقارير تحذر من البطالة المخيفة وحجم الفساد على الاستقرار. المستقبل عنونت الحريري الشعبوية والتطرف وجهان لوظيفة واحدة، شدد على أن الإعلام هو سلاح لبنان الحقيقي ومسؤول عن جزء مهم من علاقته بالعرب. في صحيفة البناء، الإرهاب يتحول خبزا يوميا في أوروبا، والفاينانشال تايمز تتوقع للخليج عهدا من المآسي. الجيش السوري على أبواب الحدود الأردنية، وواشنطن تواجه الخيارات الصعبة مع موسكو. بري يغازى العون وحكومة مكهربة، وغدا بعبد حوار ممغنط، وبعد غد السيد يرسم التوازنات. في اللواء، بري يلاقي عون عند منتصف الطريق، وجملاط لن يشارك في الحوار. سليمان للواء في القانون النسبي الشوائب، وأدعو رئيس الجمهورية للطعن به أمام الدستوري. في البلد، التوافق يضلل أسبوعا حافلا، وبري يكرس العلاقة مع عون. في الجمهورية، ملف الكهرباء يخرق الاسترخاء. وفي الحياة، مواجهة أمريكية إيرانية في البادية السورية. التحالف يسقط الدرون من صنع طهران، والكرملين قلق ومقتل مفتي داعش. اتفاق سعودي عراقي لتأسيس مجلس تنسيق. العبادي في طهران يناقش مرحلة ما بعد داعش. وختاما، في الشرق الأوسط، مجلس تنسيقي للارتقاء بالعلاقات السعودية العراقية. فضيحة تمويل قطرية تهز باركلينز البريطاني. عائلة منفذ هجوم مسجد لندن تتضامن مع الضحايا. وقوات برية أمريكية إلى التنف وإسقاط درون إيرانية للنظام. كان في عناوين النشرة، الحريري يدعو إلى الاستنفار الانتخابي ويبارك زواج حبيبين من المستقبل. عدن ثاني بده يتزوج قبلوني. الكهرباء في مجلس الوزراء اليوم. الصراع اليوم هو بين من يريد تأمين الكهرباء إلى المواطنين ومن يريد منعنا من تأمين الكهرباء. الكتائب تدعو الرئيس إلى تبنيها. هو كيف بيشوف دوره؟ هو بده يقلنا، هو بين لبنانيين، ما فينا نفرض حالنا عليه كأولاد. الخارجية الأمريكية مندهشة من تحركات دول الخليج تجاه قطر. ودوي انفجارات وإطلاق نار في بيكسال. نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تيفي، وعلى فيسبوك الجديد أونلاين، وتويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.